بص يا جماعه، يعني في اكتر من منتج وفي اكتر من حاجه طبعا اغلبيه الناس عارفاها وبعض الدكاتره كمان قالوا لنا عليها، ان احنا ممكن ازاي نطهر الخضروات والفاكهه بتاعتنا من خلالها. لكن عشان ما بقاش انا قلت حاجه مش مظبوطه، فانا اقول لكم كمان اللي قالته يعني الصحه الوطنيه الصينيه. وصت بنقع الخضار وكمان الفاكهه في ميه سخنه لمده 15 دقيقه، وده كفيل جدا ان هو يقضي ان شاء الله على الفيروس لو كان طبعا في تلوث من خلال الخضار والفاكهه. اهم حاجه ننقعهم، يعني ما نجيبهمش بس نكتفي ان احنا بنغسلها كده وخلاص. لا يعني معلش، وفي طبق ناس حلو كده جميل لونه حلو، وخل في ناس قالت ميه جاريه وتسيبها عليها لمده 10 دقائق او ربع ساعه، يعني في اكتر من طريقه. المهم انه فعلا ما تتغسلش ثانيتين ونشيلها زي الاول او كده. هي من نعمه ربنا ان الميه السخنه لوحدها يعني كفيله ان هي ممكن بتموت الفيروس. الحمد لله. بالظبط كده. اما بقى بالنسبه للمخبوزات او العيش الحاجات دي، فهي يعني ما فيش طريقه مضمونه 100%، ولكن زي ما بنقول انه درجه الحراره ممكن تقتل الفيروسات، فممكن ان احنا قبل ما ناكل العيش ده نسخنه سواء بقى في الفرن او المايكرويف. المهم ان احنا قبل ما ناكله نعرضه لدرجه حراره.